النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية. مساء الخير. التقى وزير التربية عماد موفق العزب فريق عمل التواصل الإلكتروني من وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات والتقانة، حيث تخلل الاجتماع وضع مهام الفريق والتي تضمنت توسيع شبكة التعليم عبر وسائل الإعلام والتواصل الإلكتروني لتشمل جميع المراحل الدراسية والتنسيق مع شركات الاتصالات لتسهيل الوصول إلى المواقع التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى وضع الإرشادات والضوابط والآليات التي تسمح بالعمل من المنزل عن طريق وسائل التواصل الإلكتروني. اجتماع يعني يهدف الى وضع الرؤيه، سواء هلا يعني امويانتين بالفتره الحاليه او بالفتره المستقبليه، كيف ممكن نحن انه يكون في عندي مناهج وخطط درسيه وصفوف تفاعليه من خلال الطالب اللي مثلا بتعسر حضوره للقاعه الصفيه او كذا، او بخلال ازمات مثل الازمه الحاليه انه كيف ممكن الفاقد التعليمي نعوضه من خلال حلول بديله في هذه المرحله. ناقش الاجتماع مواضيع عدة، منها العمل عن بعد أي العمل في المنزل، أيضا التعليم الإلكتروني بشكل أساسي. التركيز كان على التعليم الإلكتروني بجوانبه المتعددة. تم التعرض إلى كثير من العناصر لموضوع التعليم الإلكتروني، ما هي الإمكانيات المتوفرة لدى وزارة التربية على مستوى المدارس، ما هي الإمكانيات المتوفرة لدى وزارة التعليم العالي على مستوى الجامعات، أيضا تم التعرض إلى الخطط الدرسية، المناهج إذا كانت متوفرة بشكل إلكتروني أو غير متوفرة، إلى البنية التحتية أيضا المتوفرة سواء على مستوى وزارة التعليم العالي ووزارة التربية. وزارة الاتصالات هي عندها منظومتين معلوماتيات ممكن تحطهم بالخدمة لتأمن العمل عن بعد لبعض الشرائح الممكنة من بقادة القطاع الحكومي مثل وزراء والسادة المدراء العامين، بالإضافة ممكن نوصل لشريحة أكبر لاحقا اللي هن مدراء المركزيين بالوزارات وبالجهات التابعة، لحتى يقدروا يتواصلوا عن بعض مع بعض باستخدام منظومات تراسل إلكترونية مستضافة بسوريا. مع اليوم داولنا بعض النقاط الخاصة بالتعلم عن بعد. طبعا تم طرح ما قدمته وزارة التربية من التسجيل على الدروس على الفضائية التربوية وغيرها، وربطها بتطبيق واحد وإمكانية وصول كافة الطلاب في الجمهورية العربية السورية إلى هذا التطبيق. طبعا بالإضافة إلى بعض التوصيات والمقترحات اللي قدمتها وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات والتقنية لوضع بعض الإجرائيات الخاصة لوصول الطلاب وتحقيقها تحميل دروس من خلال تأمين محتوى وطني. وأيضا تناول الاجتماع بعض المفاهيم الأساسية الخاصة للعمل عن بعد والعمل من المنازل، كيفية وضع هذه الإرشادات ورصد التشريعات الناظمة ووضع الإرشادات الخاصة بالعمل عن بعد. تفقد وزير التربية عماد موفق العزب آلية العمل لتصنيع الكمامات في ثانوية بسام حمشو المهنية النسوية بدمشق. ريم عليا والتفاصيل. تنفيذا لتوجيهات الدولة السورية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، عملت وزارة التربية على تفعيل العمل في مدارس التعليم المهني لتصنيع الكمامات، حيث بدأ العمل التشاركي لإنتاج 3000 كمامة يوميا. وفي هذا الإطار تفقد وزير التربية عماد موفق العزب آلية العمل في مدرسة بسام حمشو بدمشق. أعطيت التوجيهات للبدء بتصنيع الكمامات في مدارس التعليم المهني على مستوى القطر. أحب أن أنوه أنه لا يوجد طلاب كونه الدوام معلق، و كل من يقوم بعملية التصنيع هم المعلمين والمعلمات القائمين على العملية التعليمية في المدارس المهنية، حتى أننا نحن نقوم بالحد الأدنى من الزملاء والزميلات المعلمين والمعلمات الذين يقومون بتصنيع الكمامات. هناك عدد لا بأس به من الكمامات سيتم تصنيعه ورفض وزارة الصحة
أو وضعه تحت تصرف رئاسة مجلس الوزراء لكي يتم التصرف به بالطريقة المثلى. الكمامات تقي بشكل كبير وجميعنا يعلم أنه يوجد نقص في الكمامات. وزارة التربية ستقوم بتقديم هذه الكمامات إلى رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس الوزراء هي من ستتصرف بآلية التوزيع. لا يعني تصنيع الكمامات في وزارة التربية أنه هناك دوام، الدوام لأبنائنا الطلبة تم تعليقه حتى 16 من الشهر الجاري. أحب أن أنوه أن صحة أبنائنا الطلاب هي العنوان الأساسي. طالما هناك خطر من الممكن أن يحدق بأي طالب من طلابنا فلا دوام في المدارس. هذه قاعدة أساسية تعمل عليها الحكومة السورية منذ اليوم الأول لاتخاذ الإجراءات للوقاية أو التصدي لفيروس كورونا. فبالتالي كل أبنائنا الطلبة هم محط رعاية واهتمام من قبل الوزارة. أعود لأكرر، طالما أن هناك خطر من الممكن أن يصيب أي طالب أو تلميذ من طلابنا لا يوجد دوام في المدارس. عندما نتأكد من خلو البلاد وتقوم وزارة الصحة ب يعني اتخاذ قرار أن المناخ أصبح ملائم لمتابعة العملية التدريسية أو لمتابعة العمل أو لمزاولة أي نشاط على مستوى الدولة من الأنشطة أو المهام أو التعليم الذي اتخذ قرار بإيقافه سنتابع، لكن طالما أنه لا يوجد قرار حتى هذه اللحظة فلا دوام في المدارس. اليوم وزارة التربية بدأت بتفعيل خط إنتاج كمامات طبية. طبعا هذا الدور اللي عم نقوم فيه هو رديف لدور وزارة الصحة. حيتم توزيع هاي الكمامات على الكوادر الصحة المدرسية وعلى المعلمين وعلى المدرسين والموجهين بكامل الوزارة. الإنتاج يمكن يوصل ل 3000 كمامة يوميا، وهذا طبعا عن طريق مشاغل التعليم المهني والنسوي بمديريات التربية بمعظم المحافظات. بزيارة مركز إدارة الخدمات الطبية لأخذ نماذج وعينات من طريقة العمل تبعهم، ونحن كمان درسنا كتعليم مهني شو الإمكانيات أنه تكون كمان قدر الإمكان تطفي بالأغراض. فعملنا نماذج وقدمناها للسيد الوزير وأعطانا الإعاز ببدء الإنتاج. وبعد ما درسنا إمكانية الإنتاج لمحافظات القطر كلياتها، بل حاليا أقلعنا تقريبا بست محافظات مباشرة بالإنتاج الكمامات. مدة زمنية قصيرة تشابكت أيادي التوادر التربوية في هذا العمل الإنساني بهدف التصدي لفيروس كورونا، ليكونوا يد العون للمساهمة في الحفاظ على صحة أبناء وطنهم الحبيب سوريا. كان هذا كل ما لدينا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.